بنرجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وبنبدا اول فقره من فقراتنا. ومفيش اجمل من اننا نبدا مع الفن، مع الجمال، مع التعبير عن الذوق الراقي للمجتمع بشكل كبير جدا. الفن التشكيلي من اهم الفنون اللي بيكون ليها يعني تاريخ حتى للمجتمع في شتى الازمان وعلى مدى المتغيرات اللي بنعيشها بشكل كبير من خلال اللوحات الفنيه اللي بنشوفها. فن الجداريات احد هذه الفنون الحقيقه اللي ليه دور ظهر بشكل كبير قوي في الشوارع وفي الميادين في الفتره الاخيره، ويمكن ارتبط بيه المواطن المصري خصوصا بعد ثوره 25 يناير. لكن ده نوع من انواع الفنون التشكيليه، الفنون التشكيليه بمحتواها الواسع بيكون ليها بالفعل التعبير الراقي الخاص بيها من خلال كتير من فنانينا اصحاب يعني الخبره الطويله في هذا المجال واصحاب الخطوط الواضحه في اللوحات الفنيه. النهارده بيشرفنا احد هؤلاء الفنانين اللي ليه باع طويل مع الفن التشكيلي. هنتكلم عن المعارض اللي اقامها، هنتكلم عن الرؤيه الخاصه بيه في تعبير الفن التشكيلي عن حال المجتمع. قولي ان انا ارحب بالفنان الاستاذ عبد السلام عيد. صباح الخير، كل صباح الخير سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا فندم. اولا الفن الجداريات والفن التشكيلي في العموم له جزء كده، يا اما بيعكس المجتمع يا اما بيشكل الذوق الخاص بالمجتمع. تاثير الفن التشكيلي على المجتمع بيبقى عامل ازاي وفي مصر بالذات؟ يعني انا عاوز اقول لسيادتك ان الفنون الفن التصويري الجداري يعني هو مرتبط بتاريخ الانسان منذ اقدم العصور. اول يعني اثار موجوده هي موجوده على الكهوف، وكان هذه الرسوم او هذه الدلالات التي لجأ اليها الانسان القديم هي بالفعل تاكيد للغه الفنون التشكيليه او لغه الفنون البصريه. واحنا هنا في مصر الحقيقه اغنى دوله في العالم فيما يتعلق بالتصوير الجداري، من حيث طبعا الموضوعات اللي تناولها المصري القديم كان بيحكي قصة المجتمع المصري. صحيح. بكل معتقداته وبكل قيمه وبكل طقوسه أيضا. فمن هنا مصر الحقيقة غنية جدا بفنونها التشكيلية، وأعطت أمثلة للعالم كله في تألق اللغة وفي اختزال الرؤية، لأن يعني المصري لم يرسم الواقع بحرفيته وإنما لخص واختار، حتى وانه يعني هو يعرف يعني المنظور ولكنه استطاع ان هو يلخص ويجرد في اطار البعدين. ونشوف حتى التصفيف اللي كان بيعمله في الجدريات يميز المصري انه اختار وتفاعل مع الفنون التشكيليه بلغه راقيه هي لغه العصر الى الان. ومن هنا زي ما بقول لحضراتكم ان الفنون التشكيليه في مصر وفي العالم لها دور حيوي وأساسي في المجتمع، بمعنى أنها بتغطي البيئة المرئية اللي بيعيشها الإنسان. كل ما يخضع إلى التشكيل هو من يعني من وظيفة الفنان التشكيلي، أو هو دوره الحقيقي أو رسالته الحقيقية. تصميم الملابس، تصميم المقاعد، تصميم الوجهات، تصميم الأسوار، تصميم الطريق، تصميم أي رؤية بتقع عليها عين الإنسان في المجتمع من مسؤولية الفنون التشكيلية. والتصنيف اللي سيادتك ذكرته ما بين الفنون الجدرية والفنون في مجال التصوير وفي مجال الأعمال اللي هي بتوجه إلى المشاهد في يعني في شكل أشعار خاصة أو رؤى خاصة، بنشوفها كتير على في معارض الفنانين بأعمال بتعلق على الجدران ولكنها تحمل رسائل أخرى غير الرسالة اللي بتحملها دور التصوير الجداري. تأكيد. فمن هنا زي ما بقول لحضراتكم ان هذه اللغة لابد من إعادة النظر إليها بشكل مهم جدا، لأن البيئة المرئية إذا كانت مشوهة فهي تنعكس بالتأكيد على يعني انطباع الانسان على حاله الانسان النفسيه حتى. يعني دايما بنقول ان العين لما بتشوف حاجه حلوه تستريح تنعكس عليها، ولما بنلاقي حاجه بنقول ده لمسه فنيه جميله، فاللمسه الفنيه دي بيكون ليها تاثير ايجابي جدا. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان فن الجداريات ده مع المصري القديم بنشوفه على المعابد، بنشوفه يعني بيحكي تاريخ مصر القديمه. تمام. لكن بالتاكيد تطور النهارده لما بنتكلم في الفتره الحاليه، وبنتكلم ان احنا كمان بدأنا ان احنا نستعيد فن الجداريات، ولكن بالتأكيد بما يتواكب مع العصر الحالي، ده جه ازاي؟
عندنا في يعني كليات الفنون الجميلة أصبح في أقسام ودراسات موجهة للتصوير الجداري بالذات، موضوعاته، تقنياته، الحلول اللي تتوافق وتتواكب مع كل مكان وزمان. يعني في مثلا على سبيل المثال ان مش كل جدرية تنفع في اي مكان، في جدريات لازم نراعي فيها انها سرعة الحركة بحيث ان ما يحصلش اي نوع من يعني من التأثير العكسي في على المرور او ما الى ذلك، انها تعمل نوع من الابهار مع سائقي العربات او ما الى ذلك. فمن هنا في قوانين وفي تقنيات وفي ايضا علوم بتدخل في هذه الخبرات. وايضا الجدريات بتتبنى موضوعات كثير، موضوعات هامه. اولا يعني زي ما اقول لحضرتك، الاحتفال بتاريخ مدينه، الاحتفال بميلاد مثلا مشروع زي مشروع قناه السويس، وانا الحمد لله كان ليا يعني شرف ان انا قمت بجدريتين اثناء أو مواكبين للافتتاح بتاع قناة السويس. هذه المناسبة هي مناسبة قومية، وأيضا مهم أنها تسجل بأعمال فنية على غرار يعني الأعمال الفنية اللي موضوعات قومية كثير أكيد بتتبناها. احنا لغاية النهاردة بنشوف حفل افتتاح قناة السويس القديمة من خلال اللوحات الفنية اللي موجودة، يعني بتعكس لنا الحالة اللي كانت موجودة. فأكيد لازم احنا كمان يعني نأرخ للأجيال اللي جاية، كأنها صفحات صحيح تحكي وتؤرخ. وكثير جدا من بلدان العالم في مجال التصوير الجداري أيضا بنقدر نستقرئ منها ما حققه هؤلاء. طيب نشوف بعض يعني هو في هنا الجداريات اللي حضرتك قبل ناخد فكره عن ده عباره عن ايه الكتاب الاول؟ ده الكتاب ده عملته مؤسسه فارسي للثقافه يعني بمناسبه حصولي على جائزه الدوله التقديريه. وايضا يعني جاء هذا الكتاب بعد جولة كبيرة في المملكة العربية السعودية، لأن أنا عملت يعني جدريات كثيرة في أكثر من بلد خارج مصر، ومنها مدينة ليون أيضا في فرنسا. تمام. في أول متحف للتصوير الجداري كان لي يعني شرف أن أنا عملت أول جدرية باسم مصر اسمها المدينة الفاضلة في ليون تحت إشراف اليونسكو 1998. ما شاء الله. يعني هذه الجدرية من الجدريات اللي أنا يعني الحقيقة بعتز بيها جدا، وكان لها يعني زي ما بيقولوا صدى على مستوى العالم يعني. وبعد كده في جدريات تانية اتعمل على سور مستشفى القوات المسلحة بالأسكندرية، جدرية تحكي أيضا قصة ومدينة الأسكندرية يعني حضرتك كنت بتعمل جدارية، يعني ايه اللي بيجي في الفكرة بتيجي انا هعمل الجدارية بتحكي قصة حدث معين، بتحكي زي ما حضرتك قلت بتدي نبذة عن المدينة او عن المكان، بتفكر فيها ازاي؟ احنا بنستحضر تاريخ المدينة. يعني لما بنيجي نعمل جدارية مثلا عن مدينة الاسكندرية، اهو شوف حضرتك هنا دي اجزاء من العمل التصوير الجداري اللي هو في الاسكندرية. يا ريت تحاول نعرضها برضه، نقدر نشوف اجزاء من التاريخ اللي عاشته اسكندرية، رموز من الحضارات المختلفة اللي مرت بها الاسكندرية، الرومانية طبعا، الروماني والاسلامي طبعا والمصري ايضا. بحر اسكندرية لازم يكون موجود. انا شايفاه بالتأكيد طبعا. كل التفصيليات دي كلها بتعكس زي ما بقول لحضرتك خليها ثابته شويه، اتفضل. ممكن نثبت كده شويه. دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ميدالية ضخمه، او هي مش ميدالية، هي قرص من اقراص النحت اللي اتعملت في العصر اليوناني الروماني، ويعني بتشير ايضا الى الفنون في ذاك او في تلك الفتره. هنا بنشوف جداريات اخرى في مدينه الاسكندريه بتحكي ايضا قصة التراث او الزخم الحضاري اللي عاشته الاسكندرية، صحيح، بارتياد معظم دول العالم عليها كميناء دولي. صحيح. والاسكندرية لها تاريخ في عالم البحر، ومن هنا هذه الجدرية
بها كل الأحرف بتاع لغات العالم كلها. أنا كنت لسه أقول لحضرتك هل ده الهيروغليفي ولا إيه فندم؟ الهيروغليفي واللاتيني وكل لغات العالم كل الأحرف دي موجودة. من هنا نقدر نقول إن يعني موضوع التصوير الجداري موجودة فين يا أستاذ حسن؟ موجودة على أحد شركات الخاصة يعني، ولكن تبرع بها صاحب الشركة للمدينة الأسكندرية، وهي يعني في مدخل المطار وموجود على أساس هنا ترحب بأي زائر بأن يرى لغته موجودة على هذه الجدرية التي تمثل انصهار لكذا قومي يعني الناشوناليتي كتيرة أو قوميات متعددة. حضرتك عملت معارض كتير كتير جدا طوال يعني تاريخ حضرتك في مجال الفن التشكيلي سنوات عديدة، هل المعارض دي بيبقى ليها فكرة ولا ليها هدف؟ اه طبعا. ولا نقلة في الأسلوب مختلف كل مرة؟ يعني دينا فكرة عنها وعن آخر المعارض اللي هتعملها إن شاء الله. هو دائما في محافل دولية زي مثلا البناليات دي المحافل بتستقبل فنون الدول بحيث ان تتعرف الدول او تتفاعل زي على مستوى المسرح والموسيقى والرقص والشعر وما الى ذلك. الفنون كلها بتنصهر في هذه الاماكن سواء كانت مسارح او متاحف او قاعات عرض. فالحقيقه ان يعني مصر رشحت كثير جدا من الفنانين عبر تاريخ طويل على أساس أنها تحتك وتلتحم بالحركة الفنية العالمية. والحقيقة أنا كان من يعني من أهم المعارض اللي أنا يعني شاركت فيها في أو رشحتني مصر فيها كان 2010، وهو كان معرض مهم جدا اللي هو رواد الفن في حوض البحر الأبيض. وكان هذا المعرض في اليابان، اشترك فيه فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان ومصر باعتبارهم ودول أخرى أيضا باعتبرهم دول حوض البحر الأبيض، وأنا مثلت مصر في هذا المعرض. ده من أهم المعارض اللي أنا شاركت فيها 2010. ثم بناليات كثيرة، بنالي فينيسيا الدولي، بنالي ساو باولو، بنالي بكيني الدولي، بنالي فينيسيا، كل هذه البناليات أتيحت لي فرصة أن أنا أشارك فيها وأيضا أنقل وجهات نظر تحمل يعني زي ما بيقولوا ايه الشخصيه المصريه والتاريخ يعني. المصري بشكل التاريخ كبير المصري ده مهم المصري جدا. شايف في لوحه جنب حضرتك برضو، يا ريت هو ده البوستر بتاع تدينا فكره عنها. ده البوستر بتاع اخر معرض ليا في القاهره في قاعه سفر خان. هو لسه لغايه دلوقتي لغايه يوم 2 في الشهر، لغايه يوم 2 ان شاء الله. المعرض يعني بيضم تيمه معينه او بيحكي هو شيء معين هو بيحكي عن الأشياء اللي احنا بنستعملها في حياتنا اليومية. ممكن جدا يعني نشوف موديل مثلا من الموديلات اللي هي المانيكانات مثلا زي ما حضرتكم شايفين، او ممكن يبقى في أشياء بسيطة احنا بنستعملها في حياتنا اليومية. الدعوة هنا هي إعادة النظر في الأشياء اللي احنا بنستعملها في حياتنا اليومية وإدخالها في إطار الأعمال الفنية. فأنا بقول هنا عندما يعني نتحول عن استخدام الأشياء والأدوات اللي احنا بنستعملها في حياتنا اليومية عن الوظيفة بتاعتها ونتأملها، الحقيقة ان احنا بنكتشف مداخل جديدة لها، وبالتالي الخيال هنا بيلعب دور كبير في مسألة اكتشاف عناصر جديدة او رؤى جديدة من خلال عناصر هي احنا بنشوفها كل يوم في حياتنا. فهذا هذا المانيكان هو موجود في اطار جديد جدا وبيدعونا الى رؤى او يعني بيحمل مضامين وموضوعات اخرى غير الموضوعات اللي هي احنا متعودين عليها، اللي هي ظاهره بوضوح يعني. هي بتدعو الى اكتشاف ما هو خفي في اشياء كثيره جدا، ويمكن حتى في نفس الانسان ممكن يكون عنده طاقه في شيء معين ولكن هو مش مدركها او مش مكتشفها بشكل ده كبير. كلام دقيق جدا، لان فعلا الخيال عندما يدخل في اعاده تصور الاشياء هو في الحقيقه بيدخلنا في منطقه مهمه جدا، ان احنا ممكن نعبر عن احساسنا ونجد انفسنا في هذه في هذا الشيء الجديد او المبتكر اللي ممكن يمتص جزء من قلقنا او اللي ممكن ان يوضعنا في تساؤل جديد او ما الى ذلك. نحن في حاجه ان نتامل الحياه من خلال
الفن. دي احلى طريقه. احلى كلمه. احلى كلمه دي. دي الحقيقه هي لخصت فعلا المعرض يلخص هذا. صحيح. ويدعونا الى ان احنا لا نستخف بالاشياء اللي احنا تحيط بينا بالرغم من يعني نستمتع كمان نستمتع بيها ونعيد النظر فيها مره. صحيح. اخرى هكذا يفعل الفن التشكيلي في مصر يعني. يا رب ان شاء الله ينتشر ويبقى له تاثير في المجتمع. الفنان عبد السلام عيد شرفتنا النهارده وان شاء الله بالتوفيق في هذا المعرض والمعارض الاخرى ان شاء الله. سعداء جدا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. خلونا نشوف الجمال اللي موجود في كل حاجه حوالينا ونكتشفه ونستمتع بيه في حياتنا يا رب باذن الله. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.